everybody, and I thank you for the opportunity. It's always a pleasure for me to speak with the students because I want them to know they have a choice in life. I want them to feel good about themselves and their future. So this is always my goal when I come to anywhere, especially in Morocco. It's my first time. The students have been great. It's an honor and a privilege to be here. أولا أنا فرحانة بزاف بهذه الزيارة ديال جابرييل، حيتاش عندها واحد تأثير كبير على السكينة وخاصة التلاميذ ديال ثانوية عسيس بلال. استفدوا منه بزاف من هذا خلال هذا العرض اللي قدموه، حيت قدم مجموعة ديال المعلومات ومجموعة ديال النصائح اللي ممكن أنها تفيدهم في المستقبل، وهذا هو كان الهدف ديالنا. ومن هذا المنبر كنشكر جمعية فايز اللي حققتنا هذا اللي كانت سبب في المجيء ديالو. وحنا كجماعة طبعا مستفدين من حضور شخصيات بارزة بحال جابرييل، ونأمل مستقبلا إن شاء الله أن يكون زيارات مماثلة. وشكرا للجميع. الرحمن الرحيم. كما اولا كنبلغوا التعازي ديالنا صاحب الجلاله بمناسبه هذا الزلزال اللي ضرب واحد المجموعه ديال المدن المغربيه، وكذلك نبلغوا التعازي ديالنا للاسر المنكوبه والناس اللي هما توفوا الله يرحمهم، وكذلك نتمنوا الشفاء العاجل جميع المصابين بهذا الزلزال. حضرت معنا اليوم هذا النشاط اللي هو نشاط تربوي وتعليمي 100% اللي اطروا واحد المهندس من الوكاله الفضائيه الامريكيه النازا، واللي كان عندنا واحد المجموعه ديال الفقرات اللي هي لغيناها بسبب هذه الفاجعه. حقيقه واحد مجموعه الفقرات موسيقيه وتراثيه مغربيه. كما شفتوا اليوم كان واحد التجاوب كبير بين المحاضر والتلاميذ ديال المؤسسه، وهذا اللي غيساعدهم كثير ان شاء الله في المسار الدراسي ديالهم، وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله جميعا. وكنشكروا كذلك المؤسسه التعليميه على الفضاء اللي وفرتنا، وكذلك كنشكروا كل من ساهم في هذا من قريب او من بعيد في هذا اللقاء. وشكرا لكم على الاستضافه. اولا كنقدم التعازي الحاره من القلب لجميع عائلات الضحايا ديال الزلزال اللي كان البارح. كنتاسف معاهم بزاف. باسم جمعيه فائز العمل الخيري انا كنوعدهم اني غادي ندير واحد المساعده، نقدم لهم واحد المساعده ان شاء الله. وكنقدم تعازي الحاره لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. وفي نفس الوقت اليوم كان عندنا واحد النشاط اللي كنا كنوجدوا ليه شحال هذه. جبنا عالم كبير من ناسا اللي هو جابرييل، اللي اول مره غادي يجي المغرب، واللي جميع دول العالم واللي هي دول متقدمه كيعيطوا ليه باش انهم الشباب ديالهم الطلبه ديالهم والتلاميذ ديالهم يطلعوا وهما كيبغيو العلم. لان للاسف اللي كنشوف ان الحكومه المغربيه كيركزوا على مثلا يشجعوا الفن، يشجعوا وكيصرفوا ميزانيه ضخمه، لكن للاسف البحث العلمي ومع تشجيع التلاميذ والطلبه اللي هما مستقبل ورجال ديال الغد ما كيديروا حتى شي مجهود. وبهذه المناسبه كنشكر الناس اللي ساهموا معايا كلهم، واللي جابوا هاد التلاميذ كلهم، كل واحد باسمه. انا عندي مجموعه ديال الفروع في الجمعيه في المغرب كامل، من الهدف اني الجمعيه نديروا اعمال خيريه في القرى ولا في المدن الحضريه. ركزت دابا على انني نجيب نخدم على وليدات بلادنا باش انهم يتطوروا، باش انهم ينجحوا في حياتهم عن طريق احضار اكزامبل ليهم، مثل اعلى اللي هو عالم في الناسا. هذا ما كاين. وشكرا لكم شوف تي في.